رئيس الوزراء النهارده عقد مؤتمر صحفي، وانا بحيي ان يكون هذا الحجم من الوزراء موجودين في مؤتمر صحفي، لانه الحدث كبير، انطلاق منظومه التامين الصحي في محافظه بورسعيد. قلتوا ايه او ايه تم الاتفاق عليه؟ طبعا الحدث كبير، وانا ما بحبش استخدم هذا يعني الكلمه التاريخي كتير، بس النهارده يعني بمنتهى الثقه اقدر اقول لك طبعا ان اليوم النهارده كان تاريخي. يعني سيذكر التاريخ هذا اليوم 1/7/2019، انه لاول مره في تاريخ مصر سيبدا تطبيق منظومه تامين صحي. ولما بنتكلم عن منظومه تامين صحي احنا مش بنتكلم عن شيء هين، لان يعني اعتى الدول وبما فيها الولايات المتحده ما زالت حتى الان، حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها، ما زال هذا الموضوع يمثل جدلا في الولايات المتحده، منظومه التامين الصحي، وفي كل انتخابات رئاسيه بيتحول الى موضوع خلافي، نطبق اي منظومه، ولم يصلوا بعد الى التطبيق الامثل اللي يرضى عنه المواطن الامريكي حتى الان. فكون القيادة السياسية نظرت إلى هذا الموضوع ولم ترد أن يعني تتركه، وقالت لا يعني يعني هذا المواطن المصري يستحق الأفضل. ادينا عناوين يا سيادة المستشار، أستطيع أن أقول دلوقتي أنه هذا التأمين يشمل أي مواطن على أرض مصر أيا كان دخله أو صفته أو وضعه؟ يشمل أي مواطن مهما كان وضعه أو صفته أو حتى وضعه الصحي. لأن أنظمة التأمين اللي بنتكلم عليها في أوروبا وفي الولايات المتحدة نفسها ما بتغطيش بعض الأمراض، يعني الأسنان دي مثلا عمرها ما دخلت في التأمين الصحي في بلاد كتير، والأمراض المزمنة يعني بيذهب المواطن الأمريكي مثلا لأحد شركات التأمين لما بتلاقي عنده مرض مزمن يعني يصعب علاجه أو يتكبد يعني مبالغ طائلة في العلاج، بترفض أنها تغطيه تأمينيا. لكن إحنا في مصر لا، إحنا في مصر مهما كان مرضك، مهما كان حالتك يعني وصل بيك الحال في هذا المرض، سيتم تغطيتك تأمينيا، مهما كان دخلك سيتم تغطيتك، لأن لو دخلك لا يسمح لك بأنك تدفع الاشتراك، الدولة المصرية ستدفع هذا الاشتراك نيابة عنك. ابتدينا يا فندم ببورسعيد، بعد كده إيه؟ بعد كده يعني المرحلة الأولى هتبقى يعني أربع محافظات، هتبقى محافظات القناة بالإضافة إلى الأقصر، يعني السويس الإسماعيلية وبورسعيد وبالإضافة الأقصر كمرحلة أولى، وإن شاء الله يعني سنصل إلى جميع محافظات مصر تباعا. الهدف طبعا إن احنا بدأنا ببورسعيد، إنها محافظة يعني صغيرة نسبيا من حيث عدد السكان، تتمتع بقدر من التنظيم. تجربة هذه المنظومة في بورسعيد سيتيح لنا التعرف بشكل سريع على النواقص وجوانب الخلل يتم علاجها، لان يعني الجانب الاهم هنا والاخطر هو موضوع الميكنة. وانا كنت سعيد يا فندم لما قلته 3 شهور تجربه، وده شيء محترم وراقي وعلمي، يعني شهرين مش 3. تمام، شهرين تجربه. وخلالها ويبدا بقى الخدمه يعني بكامل طاقتها ان شاء الله بعد نهايه الشهرين، لان خلال الشهرين ستظهر بعض المواطن الضعف اللي هنعمل عليها طبعا، وخاصة زي ما بقول لحضرتك موضوع الميكنة، لأن لأول مرة سيكون للمواطن المصري ملف إلكتروني بوضعه الصحي، يعني يروح أي يعني مهما كان المحافظة اللي هو ساكن فيها، لو راح أي مستشفى تبع التأمين الصحي وكتب اسمه أو رقمه التأميني هيظهر له على شاشة الكمبيوتر تاريخه المرضي، الأمراض التي عانى منها من قبل، الأدوية التي لا يجب أن يأخذها، يعني كل هذا طبعا ده شيء كنا بنشوفه في انا لو انا اعلم